لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله عز وجل يقول: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحديثنا هنا عما يشرع للمسلم أن يقوله من الذكر عندما يصاب بمصيبة في نفسه أو ولده أو ماله أو نحو ذلك. ماذا يقول إذا أصابته مصيبة؟ يعني ماذا يقول العبد المسلم إذا نزلت به مصيبة عافانا الله وإياكم؟ وليعلم أولا المسلم أن سنة الله عز وجل ماضية في عباده بأن يبتليهم في هذه الحياة الدنيا بأنواع من البلايا وألوان من المحن والرزايا، فيبتليهم بالفقر تارة وبالغنى تارة أخرى وبالصحة تارة وبالمرض تارة أخرى وبالسراء حينا وبالضراء حينا آخر. وليس في الناس إلا من هو مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه أو زوال مرغوب. فسرور الدنيا أحلام نوم أو كظل ذائل. يعني هذه الدنيا الإنسان يعيش فيها بين المحن والآلام والبلايا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والدنيا هذا حالها، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أحزنت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ طرحا. الطرح عفانا الله وإياكم الحزن والمصائب ونحو ذلك. فهذه سنة الدنيا، أن الإنسان فيها يعيش فيها بين الآلام والبلايا والمحن، وأنها لو أعطت فإنها تمنع أكثر مما تعطي، ولو ضحكت للإنسان قليلا فتبكيه أكثر. فهذا حال الإنسان في الدنيا، الله عز وجل جعل ذلك امتحانا لنا، وهذا من عظيم رحمته، فإنه يجعل ذلك للعبد ليتدبر وليتأمل وليعلم أن الدار التي فيها الراحة هي ليست دار الدنيا، إن الدار التي فيها الراحة هي الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل متى الراحة، متى يرتاح الإنسان، قال: عندما يضع أول قدم من قدميه في الجنة، هنا يرتاح الإنسان. ولذلك الدنيا سنتها كذلك، أن يكون الإنسان فيها بين الامتحانات والمحن والبلايا والمصائب، وهذا كله لحكم يريدها الله سبحانه وتعالى. والمؤمن في هذه الحياة الدنيا مع هذه المحن والبلايا والمصائب له حال مميز به عن كل الناس من حوله، فإن الدنيا من حوله وإن كانت قاسية وفيها ما فيها من المحن
والآلام وغير ذلك، فهو بالنسبة له كل ذلك أمر هين. لماذا؟ لأن المؤمن عنده حساب مختلف عن أهل الدنيا، فإن أمره كله خير. جاءت الدنيا خير، ذهبت الدنيا خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤمن على كل الأحوال أمره خير. جاءت السراء فالحمد لله، نعمة من الله تعالى. جاءت الضراء الحمد لله على كل حال، ويصبر عند ذلك. هذا حال المؤمن. وقد أرشد الله عز وجل عباده إلى الحال التي ينبغي أن يكونوا عليها عند المصيبة. المؤمن الله عز وجل جعل له طريقا يسير عليه عند المصيبة، وهذا الطريق الذي يسير عليه المؤمن عند المصيبة هو الذي به يرتاح إذا نزلت به المصائب وألمت به الخطوب والبلايا. لماذا؟ لأن هذا الطريق عرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه من شرع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، يبتلى بالجوع، يبتلى بالخوف، يبتلى بنقص الأموال والأنفس والثمرات. ولك أن تتأمل ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف، يصاب المؤمن في الدنيا بالخوف، خوف ظالم وباطش، خوف من يؤذيه، والجوع يصاب بالفقر والشدائد والذي يتعرض معها للجوع والقلة، ونقص من الأموال، نقص من الأموال ينقص ماله، سواء نقص بالمصائب أو المحن والبلايا أو ما يصيب ماله من أي صورة من الصور. فيبتلى المؤمن في ماله، إن المال يخسر في تجارة، إن المال يتلف، إن المال يضيع، إن المال يسرق ونحو ذلك. فيبتلى المؤمن في نفسه وفي ماله. قال: ونقص من الأموال والأنفس. يبتلى المؤمن في نفسه، يبتلى بالأمراض، يبتلى في الأنفس أيضا، في من هو من أحبابه وممن يحب من الأنفس، يبتلى في ولده، يبتلى في زوجه، يبتلى في والديه، يبتلى في حبيب، في عزيز. هذه الدنيا، فالإنسان يعيش فيها بين هذه الآلام، بين هذه الآلام. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. جد يحدث، قلة طعام، قلة غذاء، فساد اقتصاد ونحو ذلك، وألوان من البلايا كلها تدور حول هذه الأنواع. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، أي بشر من إذا أصيبوا بهذه المصائب التي تقدم ذكرها، بشرهم
يعني أخبرهم بما لهم من الخير الذي جعل الله عز وجل لهم على صبرهم على ذلك، على صبرهم على هذه الألوان من البلايا والمحن التي تعرضوا لها. وبشر الصابرين. والله سبحانه وتعالى ذكر بعدها البشارة، قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فما أوسعه من فضل وما أكرمه من عطاء. يقول عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذوا ماذا؟ نالوا ماذا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عليهم صلوات وعليهم رحمة. وأولئك هم المهتدون. وهذا أيضا جزاء آخر، أن الله يضمن لهم الهداية وعدم الضلال والغواية التي تكون بسبب عدم صبرهم. أما المؤمن الذي يصبر على المحن والبلايا والشدائد ولا يتصرف معها تصرف الرعونة والجزع والسخط ونحو ذلك، فهذا الذي له هذا الجزاء، كما قال عمر نعم العدلان ونعمة العلاوة. والعدلان أن يقول المؤمن إنا لله وإنا إليه راجعون، والعلاوة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أو على التفسير آخر العدلان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثم فوق ذلك علاوة وأولئك هم المهتدون إذا صبروا. إذا صبروا وصاحب صبرهم هذا الذكر العظيم، صاحب صبرهم هذا الذكر العظيم، وهو إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا إذا قاله العبد المؤمن إذا ابتلي بالبلاء أو نزلت به المصيبة، جعل الله عز وجل له البشارة وهي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه العلاوة. ولذلك هذا الذكر لو تأملته لوجدت فيه المعنى العظيم الذي به نال المؤمن هذا الأجر الكبير، وليست مجرد كلمة تقال. يعني ربما هذه الكلمة بعضنا يذكرها لكن لا يتدبرها ولا يعي معناها، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه إذا قالها العبد عند المصيبة رفع الله عز وجل عنه هم المصيبة وألم المصيبة وأبدله الله عز وجل خيرا على ذلك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله، نحن ملك لله عز وجل. يعني العبد يقول ذلك بلسانه وبقلبه، هذا هو المراد، ليس مجرد كلمة تقال باللسان، إنما يقول ذلك بلسانه وبقلبه. إنا لله، أي أنا أعترف أني ملك لله، أنا أعتقد أني ملك لله، أنا ما أملك شيئا،
أنا ليس لي شيء، أنا عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. إنا لله، أنا عبد بالقول وبالاعتقاد وبالفعل، أنا عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. ماذا أفعل في هذا التقدير الذي قدره الله علي؟ هو الرضا بما حكم سيدي، فأنا عبد عنده، فالرضا بما حكم هو، هذا هو حال العبد المطيع لسيده، أنه مهما فعل سيده فإنه عليه أن يطيعه. فكيف لو كان السيد هو أرحم الراحمين وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وأنه ما من شيء إلا بحكمة منه سبحانه وتعالى، أفعاله أقداره كلها بحكمة ليست عبثا. ولذلك أنا عندما أصاب بالمصيبة فأعلم أني ملك للذي قدرها وعنده حكمة فيها، قد تظهر لي وقد لا تظهر، أنا مستسلم لتقدير الله عز وجل في هذه المصيبة التي نزلت بي، أنا مستسلم لها وأنا راضي بتقدير الله الذي فيه حكمة يريدها الله عز وجل. قد أعلمها، نعم قد تظهر لي حكمة تمحيص، حكمة إن يظهر عندي الباطل من الحق، يظهر الصدق من الكذب، وهكذا. ولذلك إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم بعد اعتراف العبد أنه عبد وأنه لا يملك شيئا بقوله وفعله واعتقاده، يقرر معنى آخر عظيما وهو وإنا إليه راجعون. نهاية الأحداث التي نعيشها، نهاية المصائب والآلام التي تنزل بنا، نهايتها أننا سنعود إلى الله عز وجل ونرجع إلى الله عز وجل. فخير لي أن أرجع إليه وأنا راض مستسلم، بخلاف ما لو أنا رجعت إليه وأنا ساخط جازع متسخط. ولذلك أنا ملك لله وأنا إليه راجع، أنا ملك له يفعل بي ما يشاء وأنا راضي، وأنا راجع له راجع لأجل ما سيكون من الأجر، ما سيكون من الجزاء. ولذلك فيترتب على ذلك الإحسان، الإحسان. فإذا قال العبد إنا لله وإنا إليه راجعون فهو مستسلم لقضاء ربه في مصيبته، راض بما قدر الله تعالى عليه فيها، وفي ذات الوقت ينتظر الأجر والثواب الذي سيكون بعد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا من الأذكار التي أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها راوية الحديث فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه، يعني من أبي سلمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله أكرمها فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين، وذلك لأنها
قالت هذا الذكر قولا واعتقادا وعملا. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. اللهم أجرني في مصيبتي، يعني اجعل لي على هذه المصيبة الأجر والثواب والفضل الذي وعدت به من صبر على مصيبته واسترجع. ولذلك فهو يبدأ العبد بماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، يعني اجعل لي الأجر الذي وعدت به من صبر على نزول مصيبة به، وأخلف لي خيرا منها. وهذا دعاء آخر، المصيبة التي أصبت أنا بها من موت حبيب أو نزول مصيبة من مرض أو فقر أو ألم أو كذا، أنا والحمد لله أطلب منك الأجر على ذلك، وكذلك أسألك أن تخلف لي خيرا منها. تخلف لي هو ما يأتي بعد، تخلف لي أي تجعل ما بعد هذه المصيبة أحسن مما كان في وقت هذه المصيبة. فهذا دعاء عظيم نافع كريم. وكما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يتأمل هذه الكلمة العظيمة كلمة الاسترجاع ويتدبرها ويفهم معناها تكون نافعة بإذن الله عز وجل، ويكون أثرها بإذن الله بعدها كما وعد الله تعالى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من المصائب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصائبنا وأن يخلف علينا خيرا مما نزل بنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.